بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا شك أن هناك في الدعوة إلى الله عز وجل ثوابت لا يمكن أن يتنازل عنها الدعاء، وهناك أمورا أخرى لا بد أن يسعنا فيها ما وسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان بحسب اختلاف المعطيات في كل واقعة، مع أن الحكم الشرعي ربما كان واحدا. والأحداث التي مرت بنا وما زالت تمر منذ الثورة التي نسأل الله أن يجعلها مباركة بكثرة خيرها ووقاية شرها، الأحداث التي مرت شهدت تغيرا كبيرا في العمل الإسلامي. كان العمل الإسلامي محاصرا في حقيقة الأمر، إنما يسمح له بقدر التوازنات الموجودة، وليس رغبة في نصرة الدين أو إعلاء كلمة الله، وإنما كانت لعبة موازنات بين اتجاهات إسلامية وغير إسلامية. بذلك يتكلم من تكلم، ومن يمنع أضعاف من تكلم، وما يمنع الكلام فيه أيضا كان أضعاف ما يسمح به من جهة أهمية المسائل وأنواعها. وانقسم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أو من هكذا يسمون أنفسهم، أقساما وأنواعا. فمنهم من رأى موافقة الواقع، وحدث لهذا النوع من الناس موافقات وثناء وتبعية لمن اعتقدوهم ولاة للأمور، ونشروا ذلك في الناس، وهؤلاء أكثر الناس تعرضا لتغير الثوابت التي لا يصح أن تتغير، وهكذا قد حصل. فأنت ربما تراهم يتعاملون مع أهل الكفر والنفاق البين بأفضل بكثير مما يتعاملون به مع أهل الإسلام بل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نتيجة لعدم وضوح ما هو الثابت وما هو المتغير، ما هو بعبارة أخرى ما هو خلاف البينات، وما يحتمل الاجتهاد، ما يخالف البينات التي أنزلها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل العلم. وكذا ما كان قياسا جليا ظاهرا على هذه الأصول الثلاثة، وما كان من خلاف يسوغ أو اجتهاد يحتمل
يقول الدعاة والعلماء فيه رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري أراه خطأ يحتمل الصواب. وكما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على مسائل تنازعوا فيها، اتفقوا على أن لا ينكر بعضهم على بعض، وأن يسع بعضهم أمر بعض. فكذلك هذا النوع من المسائل والأحكام المختلفة التي لا بد من ضبطها، وإن احتمل بعضها أيضا اجتهادا، أعني في تقدير نوع المسألة، هل هي من مخالفة البينات فلا يسوغ فيها الخلاف، والأمر فيها من الثوابت بالوحي المنزل، أو أنها قد تقع في دائرة الاجتهاد، وخصوصا فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، فإن تقدير ذلك أمر ظني، وتوقع ما يحصل يختلف باختلاف العلم الذي عند الإنسان بالشرع والعلم بالواقع، وهذا قد يتفاوت، فواحد من أهل العلم أو من الدعاة يبلغه أمر لم يبلغ غيره، فربما جعله يحكم بغلبة ظنه على أمر أنه مصلحة، أو ترجى منه المصلحة وتؤمن فيه المفسدة، فضلا عما كان فيه بالتأكيد مصالح متشابكة أو مفاسد متلازمة، فإما أن تفوت مصلحة منهما أو أن تحصل مفسدة، وإما أن تترك ذلك بالكلية، فلا بد أن تفوت إحدى المصلحتين، ولا بد أن تحتمل إحدى المفسدتين، فعند ذلك الاختيار الصعب بين الخير والأخير، أو بين الشر والأشر والأشد شرا أو أشد سوءا، يكون هذا بلا شك مما تحتمله أفهام العلماء والدعاة، تحتمل فيه الخلاف، فيكون من المتغيرات، وربما تغير الاجتهاد بين يوم وآخر وشهر وآخر وسنة وأخرى، لكن وضوح البينات أمر ضروري. من لم تتضح لديه البينات تقلب وتغير وأتى بالعجائب. قسم آخر قبل الأحداث كان مقتصرا على ما تيسر له من الطاعات دون أن يكون مجتهدا في استيعاب وسائل أخرى وأنواع أخرى وأنواع أخرى من الطاعات وأمور الدعوة والبلاغ. ولا شك أن الهم بالإسلام، أعني أن يكون الإنسان مهتما بأمر المسلمين ساعيا إلى نصرة الدين، اقتضي عليه أنه كلما سد عليه باب بحث عن باب آخر، وهو لا بد وأن يعيش عمره وأن يأتيه أجله وهو في عمل الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، في عمل لله، في عمل من طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا فرق أخرى من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كان همهم في نوع واحد مع القدرة على غيره من الأنواع، وهناك من اجتهد في جمع أنواع مختلفة،
هناك من كان يرى الاجتماع والتعاون ضررا بالغا في ظروف شديدة صعبة، قد كان يحتمل في وقتها أن يقال بالفعل كل اجتماع قد يضر أكثر مما ينفع، وإن كنا نعتقد وما زلنا نعتقد أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الاجتماع والتعاون على البر والتقوى دائما يجلب الخير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من ائتمر بأوامره وامتثل شريعته. وعلمنا من الشريعة الأوامر الكثيرة الدالة على الاجتماع والتعاون على البر والتقوى، فهي أصول عظمى لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، وإنما كان الاختلاف ناشئا أحيانا عن سوء فهم لما يريده البعض، وأحيانا عن خطأ في فهم الأدلة، حتى ظن أن كل اجتماع يعد تحزبا مذموما، مع أن الإنسان إذا كان متعاونا على البر والتقوى ساعيا لإعلاء كلمة الله على منهج أهل السنة والجماعة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى مأجور على ذلك ومحفوظ عند الله، لا يسلمه ربه سبحانه وتعالى لمن أراده بسوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. على أي الأحوال، كان هناك اختلافات كثيرة، وشهدت الساحة أيضا أحداثا جساما في العالم الإسلامي، وصراعات مستمرة لم تتوقف ولن تتوقف، والله سبحانه وتعالى قدر وجود هذه المعارك بين الحق والباطل، وتباينت المواقف فيها أيضا بناء على التصورات، بناء على توصيف الواقع وفهم أحكام الشريعة. نريد أن نبحث في المستقبل، ما بعد حصول هذه الأحداث، ما الذي يجب أن يكون من الثوابت؟ وقد ذكرنا أن الواجب في ذلك ما بين الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا جاءت البينات لم يجز خلاف ولم يمكن التغير، وهذه في مسائل متعددة، عامتها في مسائل الاعتقاد، وهناك محاولات كثيرة لزعزعتها، وكثير منها في مسائل العمل والأخلاق والسلوك، أعني مسائل العمل في العبادات وفي المعاملات، هناك مسائل لا تحتمل أن تعرض على تغيير بصحة النصوص القاطعة بها. جمع ذلك يحتاج إلى جهد علمي ومناقشات واستبيان لكلام أهل العلم في من سبق، وإن كان بفضل الله عامة أهل الإسلام ممن ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف في الجملة لا يختلفون كثيرا في هذه الأمور، كما ذكرت أكثر ذلك في مسائل الاعتقاد. وقد سمعت طرفا من كلام إخواني المشايخ الأفاضل يوضح بالفعل
جملة من المسائل التي يلزم أن تعد من الثوابت. فمسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى رب لا شريك له في ربوبيته، لا يضر ولا ينفع أحد سواه، ولا يرزق ولا يخلق أحد سواه، ولا يملك الخلق أحد سواه، ولا يشرع للناس أحد سواه. كل هذا من مسائل الثوابت والأصول. وإذا تأملت الأدلة على ذلك وجدتها أكثر من أن تحصى. وإذا أردت أن تعرف مدى تعرض هذه لمحاولات التغيير من أهل البدع الذين ربما دعمهم أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين حتى يخالفوا في ذلك، فلو نظرت مثلا إلى قضية أن الله وحده النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، لوجدت أن هناك من يسعى إلى نشر الخرافة بين الناس بأن هناك من يضر الناس وينفعهم غير الله عز وجل. ووجدت محاولات لزعزعة ثبات الدعاة إلى الله وأهل العلم على هذه المسألة بنشر شبهات ونشر أباطيل وأكاذيب عنهم يحاولون دفعهم للتخلي عن ثوابتهم. أضرب مثالا قصة الأضرحة التي زعموا أن السلفيين أحرقوها هنا وهناك فجأة ومرة واحدة، والسلفيون بقي لهم سنوات طويلة يدعون إلى التوحيد، خلال 10 أيام تقريبا هنا وهناك وقائع منسوبة إلى الإخوة في أماكن مختلفة، حتى يقوم البعض فيقول نحن لا اعتراض لنا على الأضرحة، هذا كان المقصود، وربما تكلم البعض بذلك وتغزلوا في حب الأولياء وآل البيت ومنازلهم، حتى رأيت العلمانيين الذين لا دخل لهم بالدين ينشرون هذا الكلام، يتغزلون في حب الأولياء وآل البيت، مع أنهم ربما وصفوا الدين كله بالخرافة والعياذ بالله. تختلف، هناك ثوابت في هذا المقام لا يمكن أن تقبل التغير، أعني بها إفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والضر والنفع، وبالتالي بما يترتب عليها من مسائل العبادة. فإن من علمت أنه لا يملك لك ضرا ولا نفعا من دون الله فكيف تصرف له العبادات من طلب المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ مسائل لا يمكن أن تتغير. ما الذي يمكن أن يتغير في ذلك؟ الذي يمكن أن يتغير طريقة التغيير، لأنها مبنية على القدرة والعجز، ومبنية على مراعاة المصلحة والمفسدة، وهي مسألة أخرى غير مسألة إفراد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد، توحيد الربوبية ثم توحيد الإلهية. ولا شك أن من جعل مع الله عز وجل أربابا يعتقد أنهم يدبرون الكون فقد أشرك بالله. ولكن إزالة الأضرحة مسألة أخرى مبنية كما ذكرت على
هل أقدر على ذلك أم أعجز عنه؟ والعجز ينظر إليه من جهة العجز الحسي كأشل اليد أو المقيد المحبوس الذي لا يستطيع الوصول إلى أماكن المنكر، أو العجز المعنوي وهو الذي يصيبه من أنواع الضرر المعتبر شرعا في الإكراه، يصيبه ضرر معتبر إذا غير ذلك فيسقط عنه الوجوب، وربما سقط الجواز إذا علم أن ذلك يترتب عليه مفسدة أخرى أو ضرر متعدي من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أمر يقبل التغير من زمن إلى زمن، لم يكن ما فعله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من إزالة الأضرحة في الجزيرة العربية حين مكنه الله من ذلك أمرا منكرا، ولم يكن ذلك من فعل الخوارج، ولم يكن خروجا في الحقيقة على السلطان، وإنما كان تغييرا باليد لمن قدر على ذلك مع أمن المفسدة، أو مع كون المفسدة أقل ضررا من مفسدة إبقاء هذه الأشياء. لذلك نقول هذه المسائل تتغير في زمن ما، قلنا وما زلنا نقول لإخواننا الغرض المقصود هدم الشرك في القلوب وليس مجرد إزالة هذه الأوثان والأضرحة. تسمونها أوثانا، نقول ما يعبد منها من دون الله يسمى وثنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والكل يعلم قدر المنكرات التي تفعل عند هذه الأضرحة، لكننا نقول ليس الأمر المطلوب هو إزالة عينها، ولكن إزالة الشرك من القلوب. واستدلالنا على تغير الموقف في طريقة التغيير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام عندما كان بمكة وحول الكعبة المشرفة المكرمة التي بنيت على التوحيد من أول يوم في المسجد الحرام الذي جعل لتوحيد الله عز وجل، حول الكعبة 360 صنما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وكان أصحابه المؤمنون يطوفون بالبيت وحوله هذه الأصنام عاجزون عن إزالتها. بالتأكيد كان ممكنا أن يكسر صنما أو صنمين خفية، كان يترتب على ذلك من أذية المسلمين واضطهادهم وتعذيبهم ما لا يقدرون على دفعه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وترك صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذه الأصنام يوم دخل مكة في عمرة القضية بعد صلح الحديبية بعام. طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحول الكعبة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة أصنام أخرى. كان هناك مفسدة، رغم أن المشركين تركوا مكة المكرمة لئلا يشهدوا المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون بالبيت آمنين، فكان يمكن إذن أن تكسر هذه الأصنام، لكن مفسدة نقض العهد وأن يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نقض العهد مما فيه تنفير عن دين الإسلام كان مفسدة أعظم. فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وكان فعله في تكسير الأصنام يوم فتح مكة هو المطلوب. إذا تغير الأمر، العقيدة لم تتغير،
الذي تغير طريقة التغيير، غير باللسان وبالقلب مدة، وغير بيده حين مكنه الله سبحانه وتعالى في فتح مكة، كان التغيير جذريا، وأرسل إلى القبائل من يهدم طواغيتها وأصنامها وأوثانها بفضل الله عز وجل. إذن هذا أمر احتمل التغير. نقول الإيمان بأن الله عز وجل هو الرب المالك لخلقه جميعا، وأن حدود حرية العباد مع خالقهم ورازقهم فيما أحله لهم، ليسوا مع أوامره أحرارا، عبيد مملوكون، هو ربهم أي مالكهم. حدود حريتهم مع بعضهم البعض أن لا يستعبد بعضهم بعضا. ابتعث الله هذه الأمة لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لذلك لا يمكن أن يقبل المسلمون بفكر ينادي بحرية العباد مع ربهم في أوامره ونواهيه، كمن كان يقول الشرع يحرم ونحن لا نجرم، الشريعة لا تلزم، لا يوجد شيء اسمه مرجعية الشريعة. أترون هذه الأفكار المطروحة وبعضها يصدر من أناس لا ينتسبون إلى الدين، وبعضها للأسف الشديد تصدر من أناس ينتسبون إلى الدين بل إلى الدعوة؟ قرأت ذلك وتعجبت، كيف يمكن لمن ينتسب إلى العلم والدين أن يقول لا مرجعية للشريعة ويطالب بالدولة المدنية؟ وإن كان الناس لا يدركون كثيرا الفرق بين نظام الدولة وبين من جهة كونها مدنية أو دينية، وبين الحكم العسكري أو المدني، يظن الكثيرون وأظنه تلبيسا متعمدا، عندما يظن كثيرون أن يكون لهم خطاب مع العامة يقولون نريدها دولة مدنية، فإذا سألتهم قالوا مدنية يعني مش عسكرية، مش عايزين عساكر وجيش يحكمنا. ولكن خطابهم أعينهم فيه على خارج البلاد وعلى المنافقين الذين يقولون دولة لا دخل لها بالدين، ليست ضوابط الدين هي الحاكمة في ما يختاره الناس، لأن مبادئ الليبرالية في حقيقة الأمر عندهم أن لا يكون هناك دخل لأحد باسم الدين، ولا أن الدين نفسه يكون له دخل بما يختاره الإنسان بحريته. الحرية عندهم حدودها حرية الآخرين، مثل يقوله العامة أنت حر ما لم تضر. هناك من كان مستعدا لقبول ذلك، وهناك من لا يزال ينادي به ويقول نقبل الدولة المدنية بمرجعية إسلامية. هذه بحمد الله صارت بعد الضغط الدعوي في قضية الشريعة، وإلا فأصل المسألة كانت متعرضة من بعض الرموز المشاركة في العمل السياسي على علاته بأن تقول دولة مدنية وتسكت.
الدولة المدنية دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة، تقوم على مبادئ الليبرالية وهي أعلى المبادئ عندهم، ومبادئ ديمقراطية على مفهومها الغربي. كل ذلك كان هروبا من الدولة الدينية في اصطلاح أوروبا، تقسيم حادث عندهم بسبب وجود صورة للدولة الدينية الحاكم فيها معصوم، والحاكم باسم الدين يحكم باسم الرب، يتحكم في الملوك والأمراء وفي عامة الناس بالأولى. التاريخ يذكر أن بعض البابوات غضب على ملك ألمانيا فلبس خيشا ومشى حافيا وتلطخ بأنواع القاذورات لكي، وذهب ماشيا حافيا إلى البابا ليعفو عنه. كانوا استعبدوا الناس، يبيعون الجنة وربما باعوا النار. جاء يهودي قال لهم عايز اشتري النار، يذكرونها في كتبهم في التاريخ الأوروبي الوسيط عصور الوسطى المظلمة عندهم، فقال لهم، قالوا محدش بيشتري عندهم، اللي بيشتري شبوه سكوك الغفران فقط. فقالوا طب خلاص نبيع له النار، هي محدش بيشتريها بدم ببلاش هتبقى رخيصة. اشتراها الرجل ثم أعلن أنه لن يدخل النار أحدا. فاضطروا أن يشتروها بأضعاف أضعاف ثمنها الذي دفعوها، لأن الناس توقفت عن شراء سكوك الغفران. عقلية بهذه المثابة بلا شك كان المطلوب أن تبعد كل الإبعاد، لكنهم أبعدوها وأبعدوا الدين بالكلية وكل الدين وكل الملل. الدين لا دخل له بالحياة، فصل الدين عن الدولة العلمانية هي فصل الدين عن الدولة. وأرغموا الأمة على ذلك في بعض بلادها، تركيا إلى يومنا هذا تصر على العلمانية. يعني لازم الأحزاب كلها تقر بمبدأ فصل الدين عن الدولة، لا يمكن أن تنشأ على غير ذلك. ويعلن رئيس الحزب، حتى الأحزاب المعروفة بأنها ذات أصول إسلامية، بأنه يلتزم بعلمانية تركيا، ولازم يروح يحط إكليل زهور على قبر كمال أتاتورك، وأن يمدح كمال أتاتورك بالإكراه، بالرضا، بالعافية، بالذوق، بأي حاجة. وحرموا على الناس العودة إلى الشريعة، ما يزال هناك قانون تركي يقضي بأن من طلب التحاكم، من دعا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية كده صراحة، يعاقب بالسجن 8 سنين. وإذا كان في عمل جماعي، إذا كان في جماعة منظمة، بالسجن مدى الحياة. السعي إلى عودة الشريعة محرم ومجرم بكل المعطيات. ترون هذه يمكن أن تكون من الثوابت أم من المتغيرات؟ هل يمكن أن يقبل المسلمون ذلك ليشتركوا في العمل السياسي حين كان مطلوبا ذلك؟ بعض الناس لأجل عدم وضوح البينات لديه قبلوا ذلك. وده مثال تاني عن موضوع تركيا من عندهم أيضا، تساؤلات خطيرة جدا، لأن البعض مغرم بالنموذج التركي، وبعض الإسلاميين المرشحين أنفسهم للرئاسة يتصور أن تطبيق النموذج التركي هو الحل المثالي ليقبل العالم التحول في العالم الإسلامي نحو الإسلام مرة ثانية، بتقديم تنازلات فعلا هي من الثابت. أن مثلا لو نترك نموذج تاني، في النموذج التركي أن الاتحاد الأوروبي اشترط على تركيا علشان تدخل قدم الطلب للاتحاد انضمام الاتحاد الأوروبي، فاشترطوا عليها إدخال تعديلات تشريعية تتضمن إلغاء تجريم الزنا، مع أنه تجريم الزنا في القانون التركي كان تجريم أعرج، تجريم مبني زي القانون المصري المأخوذ من القانون الفرنسي، بيجرم الزنا
المتعدي حرية الآخرين، لأنه مبني على الفكر الليبرالي التشريع ده. عشان كده بنقول في تناقضات في التشريع المصري، ما ينفعش التشريع المصري يبقى يتقال فيه مرجعه الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت ما زالت قضية الليبرالية هي المسيطرة. فكر الليبرالي ده بيقول إيه؟ بيقول أساسا إن التعدي على حقوق الآخرين ودي بتتفاوت عندهم أيضا، يكون في اغتصاب أو تكون الإرادة غير كاملة لعدم بلوغ الفتاة أو المعتدى عليه السن القانونية 18 سنة. لذلك يعتبروا أن إذا وقع أنثى دون 18 يبقى إرادتها مدخولة، إرادتها فيها خلل، لا تعتبر، لا يعتبر رضاها. كانت فوق 18 سنة يقولوا هذا الأمر متزوجة أو غير متزوجة، ما زال القانون المصري بيجرم الزنا بمن يعني لها زوج، لأن ده اعتداء على الزوجية. لأن ده كان الفكر الأوروبي في العهد الماضي قبل ما تتطور الليبرالية إلى درجات أعلى عند الأوروبيين. القانون المصري بينص على أنه تعاقب الزانية التي ثبت زناها بدعوى زوجها، بدعوى زوجها. يعني ما فيش حد تاني يدعي يقبل دعوى، ما فيش واحد تاني يقدم بلاغ على واحدة بأنها زنت، تعاقب هذه المرأة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن 6 أشهر، والزاني بها يعاقب بنفس العقوبة، إلا أن لزوجها إيقاف تنفيذ العقوبة متى شاء أو رضاه بمعاشرتها كما كانت. يعني لو هو وافق أن تكون زانية وعاشرها بعد أن علم، ليس لأحد أن يمنع من ذلك. هي نظرة ما بتبصش للدين ولا دخل لها بذلك، ويسقط حقه إذا زنى في منزل الزوجية هو أيضا، لأنه اشتركوا في الاعتداء على حرية الآخرين. يبقى دي في دي قانون يعني عجيب جدا، لكن تصوره أنه يجرمه في هذه الحالة اللي فيها اعتداء إما بالاغتصاب. عشان كده يقولوا من واقع أنثى بغير رضاها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، وما يسموش الزنا إلا مع وجود زوجية. لو امرأة ليس لها زوج يسموه وقاع، والوقاع ده إذا كان البنت أو السيدة فوق 18 سنة يبقى إذا كانت راضية يبقى ليست هناك جريمة. أوروبا ده كان تصورها في البداية، في العصور الأخيرة الموضوع زاد معاهم، قالوا لا حتى ولو مع الزوج هذه الأجزاء ملك للمرأة تفعل بها ما تشاء، وللرجل محدش يرغم حد على حاجة. ولذا ضمن قانون الاغتصاب عند أوروبا اغتصاب الزوج لزوجته، لو ان هو عاشرها بدون رضاها ترفع عليه قضية وتعمل فيه بلاغ ويعاقب على انه اغتصبها. للعلم انا قرأت مقررات مؤتمرات السكان كانت جاية فيها حاجات من هذا النوع، لان مؤتمرات السكان مطلوب تعميم مقرراتها على الدول الموقعة. عشان كده مصر وقعت عليها في كل اللي فاتت بتحفظ، وقعت عليها بتحفظ يعني بتقول مش هاخدها كلها. كان مرسل إليهم أن يطبقوا هذه الأمور أيضا، ورفضوا، رفضها مجمع البعوث الإسلامية في موضوع اغتصاب الزوج لزوجته دي، لأن ده مخالف لليه؟ للشريعة. كان في الفكر الليبرالي ده فكر خطير جدا. كان في أخ بينقل لي عن أحد زملائه من الأساتذة الفلسطينيين الذين كانوا مشاركين في وضع الدستور الفلسطيني للدولة المستقبلية إن شاء الله. فأمريكا بتبعت مراقبين للجان اللي بتعد الدستور، فالمندوبة الأمريكية بتسألهم أمال فين حقوق الشواذ في الدستور؟
فقالوا لها والله الكلام ده ما ينفعش معانا، مخالف للعادات والتقاليد. طبعا ما يقدروش يتكلموا ابدا عن ايه؟ عن الدين والشريعه. فقالوا هنا الشرق ما ينفعش، تامروا الشرق زمان، والكلمه دي كانت منتشره ايام العلمانيه جامد جدا، دايما يتقال على بلاد الاسلام انها بلاد الايه؟ الشرق، عشان خايفين يجيبوا سيره الدين، لان الثوره ثوره 19 قامت لا دخل لها بالدين، وما كانش فيه حركه اسلاميه قويه. انصار السنه متاسسه سنه 1920، والاخوان المسلمين سنه 1928، والجمعيه الشرعيه قرب انصار السنه. الغرض ان كانوا يخافوا جدا ان هم يتكلموا عن الدين، فقالت لهم ده احنا لسه جايين من جنوب افريقيا واثبتنا حقوق الشواذ في الدستور. فهو عندهم الليبراليه معناها اثنين راضين ببعض، انتوا مالكم؟ حتى لو كانوا رجالا مع بعضهم. على فكره تمت في العهد السابق عده حفلات زواج من دول الخليج هنا في مصر بين ذكور، ويسموها زواج، مش فعل فاحشه، مش شذوذ جنسي عايزين يعملوا مع بعض، لا، حفل زواج والعياذ بالله. انا قراتها وكانت موجوده في بعض الفنادق الكبرى في مصر. كل ده من فكر الليبرالي اللي تطور زي ما قلنا في اوروبا. فقلت لكم ان كان مطلوب في اوروبا، ان مطلوب من طلبوا من تركيا ان تلغي تجريم الزنا الاعرج اللي زي التجريم المصري. فعشان عدم وضوح قضيه تساوي المتغيرات دي، وعدم وضوح قضيه البينات، واحنا ممكن نضحي بايه في سبيل ايه؟ ففي سبيل مثلا التقدم الاقتصادي ممكن نضحي بذلك. البرلمان التركي اللي بتغلب عليه اغلبيه اسلاميه الاصول وافق على الغاء تجريم الزنا حتى يسمح له، وما سمح لهمش بالدخول برضه لغايه النهارده، ما دخلتش تركيا في الايه؟ في الاتحاد الاوروبي. احنا بنقول الكلام ده علشان نعرف، لا وطوه شويه، ان هناك قضايا هي تتعلق عندنا بالتوحيد، بالربوبيه، الايمان بالربوبيه، ان الله عز وجل هو الرب واننا مملوكون. يبقى لما يجي حد يطلب مني علمانيه ليبراليه بهذا الاعتبار، او يكون النموذج التركي على سبيل المثال هو النموذج المامول لكي يسمح العالم بدوله يعني تحاول ان تنسب الى الاسلام وهي في الحقيقه لن تكون كذلك. فمثل هذا عندنا لما يكون حاجة كبيرة جدا هنقول أي ثمن قصاده هيبقى ثمن إيه؟ بخس. لا يمكن أن نبيع ديننا وتوحيدنا بثمن بخس، لأن إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل ولا تشرك في حكمه أحدا، سمى شرك. قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نزلت في اليهود الذين جرموا الزنا بس بعقوبة أهون من الرجم، عقوبة الجلد والتحميم، فسماهم الله مسارعين في الكفر. ما ينفعش إذن إسلاميين يقولوا نوافق على الليبرالية بهذا الاعتبار، ولا يوافق على الديمقراطية. على فكرة الليبرالية أسوأ من الديمقراطية، لأن الديمقراطية بتقول حكم الأغلبية وبيشترطهم إن لو حتى خلفت الشريعة، وبيمتحنوا بعض الإسلاميين بذلك، وبعضهم قال حتى لو خلفت الشريعة بقى هنقبل بحكم الأغلبية، وهذا لا يمكن أن نقبله. إذا فرض علينا سنظل نقاومه بكل ما يمكن، وما ينفعش أبدا إن احنا نوافق على ذلك. الليبرالية أسوأ لأنها بتقول يجب منع الأغلبية من أن تسن ما يخالف الحرية. ممنوع أن يسن في دولة تقوم على النظام المدني الليبرالي ما يقيد حرية طائفة معينة، لأن ده يمنعها حقها عند حق الطائفة دي عندها، وبالتالي
يمنعون. سمعتوا خلال يومين اللي فاتوا نحن نرفض ديكتاتورية الأغلبية، سمعتوا الكلمة دي؟ وديكتاتورية الأقلية بيحطها كده على الماشي عشان ما يبقاش شكله وحش. ديكتاتورية الأغلبية معناها ان ما ينفعش على سبيل المثال يسن قانون يسمى قانون الرد عن الإسلام، لا ده حتى لو وافقت عليه الأغلبية. أول قانون جه أنور السادات يعمله أيام تقنين الشريعة في أوائل حكمه في مسألة تقنين الشريعة إعدادا حتى تعود التشريعات إلى مصدر واحد، كان قانون الردة. من ساعتها من 30 سنة وزيادة، من أكثر من 30 سنة، وهو موضوع في الأدراك لأن قامت الدنيا عليهم ولم تقعد، فأثروا تجنيب ذلك. لأن قيام الليبرالية بتقول ما فيش حاجة اسمها أن واحد ما ينفعش يغير دينه. ولذلك القضية لما يوافق على مثل هذه الأمور يبقى دي مخالفة للثوابت بلا شك. ما يحتمل الاجتهاد خارج عن هذا، تهوين هذه المسألة كما حدث من البعض وجعل من يتكلم فيها من الخوارج ولا القطبيين يقول لك أصل دول قطبية بيقولوا كلام سيد قطب عشان بيقولوا بالحكم ما أنزل الله، والمسألة عندهم برمتها من الكفر الأصغر، مع أن أقسم بالله أن هذه الأمثلة التي ذكرتها مثلا عدم تجريم الزنا أو جعل حرية شخصية في بعض الأحوال لا يمكن أن يختلف عليه اثنان من أهل السنة والجماعة، لا يخالف في ذلك إلا أهل الكفر والزندقة أو أهل البدع والضلال كالمرجئة الذين يجعلون الانقياد القلبي ليس شرطا في الإيمان أو ليس ركنا في الإيمان. لكن إن حد يقول أن اعتبار أن الذكر يرث في الأولاد ضعف الأنثى ظلم للمرأة وتمييز، والمساواة تامة تقتضي منع التمييز ضد النساء أو ضد الإناث في الميراث، أن من يسن قانونا على ذلك كافر كفر أكبر. يبقى تعيينه بناء على العلم والجهل والتأويل المحتمل والإكراه والخطأ ونحو ذلك، لكن لا يحتمل من جهة النوع شيئا من ذلك، بل أنا جازم بأن هذا من جهة العين أيضا غير محتمل، لأن الناس كلهم في العالم الإسلامي يعرفون أن الشريعة للذكر فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعرفون هذا الحكم باضطراد وانتشار، مما يمنع الجهل والتأويل المحتمل، يعني يمنع أن يدعي أحد الجهل بذلك. الليبرالية من الثوابت فيها حق أن يقول الإنسان رأيه أيا ما كان ولو كان طعنا في الله أو في الرسل، زي قضية الرسوم المسيئة للرسول في الدنمارك. أوروبا كلها واقفة جنب الدنمارك لأن العالم الإسلامي هو المتخلف اللي مش فاهم إن ده حق تعبير وليس من حق أحد أن يعترض، وإن كانوا هم طبعا يلعبون في ذلك على أهوائهم، لكن يعني إن واحد يعبر عن رأيه ويقول إن مفيش هولوكوست مفيش مذابح يهود بالمنظر اللي انتم بتحكوه في الحرب العالميه، يبقى معادي للساميه. اللي ينكر الهولوكوست يخش السجن، اللي ينكر مذابح هتلر لليهود لازم يعاقب. ممنوع ان يفكر انسان او ينطق بانكار هذه المساله التاريخيه، مساله تاريخيه. ايه المشكله ان واحد يقول حققت تاريخيا وطلع ان الموضوع ده مش كده؟ عجب، يبقى معادي للسامية. طبعا ده قناة الرحمة وقفت ليه؟ علشان تصريح واحد ضد اليهود قالوا معادي للسامية. صفحة الانتفاضة الأولانية والتانية اتقفلوا ليه؟ رسمي ان الفيسبوك ادارته ملزمة قانونا بانها تقفل الصفحات اللي فيها تمييز ضد ديانة او طائفة، فلأن بعضهم كتب على الصفحات فيها كراهية لليهود فأصبح ذلك إيه؟ لابد من إغلاقه، إغلاق الصفحات دي
أنا بضرب مثال في قضايا على أرض الواقع مطروحة للتعديل، هناك من يقبل هذا التغيير ويعتبر هذا من المرونة، ويعتبر هذا من ليس من الثوابت، ونحن نقول قطعا ويقينا عندنا البينات. يقول ابن كثير رحمه الله: وإذا كان من تحاكم إلى شريعة من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى هذا الياسق وقدمه على الكتاب والسنة؟ من فعل ياسق التتار، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. المسألة دي حصل فيها خلل كما ذكرت عند البعض اللي خلوها من باب كفر دون كفر، قاسوها على ما قال ابن عباس رضي الله عنه في حكام بني أمية في زمنه، عندما أراد الخوارج أن يكفروهم بالذنوب اختلط عليه الأمر. أحسن الأحوال نقول اختلط عليه الأمر، أم قال إن التشريعات المضادة لشرع الله، وربما يكون هو مش عارف إن فيها التشريعات اللي قلت عليها وإن نوعيتها مصادمة بالإجماع لحق الله عز وجل في التشريع، ومبنية على فكر معين، فكر الليبرالي ده مش يعني هو ده سبب صدور مثل هذه التشريعات عندهم وما ولد في تشريعاتنا من ذلك، تشريعات المفروضة علينا ليست تشريعاتنا بمعنى الرضا بها. الغرض المقصود ان البعض حصل عنده خلل وظن ان ما قال ابن عباس كفر دون كفر يشمل كل الانواع في هذا المقام، وجعل ان مسألة الحكم غير ما انزل الله ليست من مسائل الاعتقاد، الا ان يستحل ويصر عنده يستحل لازم يقول ان الزنا حلال، لو قال حرية شخصية ما كفيش عنده، وهذا من الجهل. والاستحلال عند أهل العلم يشمل التكذيب بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الإباء والاستكبار، يشمل أن يأبى التزام شرع الله، يرى أن شرع الله وإن كان لا يلزمه بالشريعة بتقول حرام بس إحنا ما لزمناش نحرم، الشريعة فيها كده أقول لك أنا عارف بس إحنا دلوقتي دولة حديثة ما فيهاش الكلام ده، هذا من الكفر الأكبر بلا شك ولا تردد، وهو ضمن الاستحلال عند أهل العلم. الحنفية عندهم المسألة دي رغم أن هم ممن يقول أن العمل الظاهر ليس من الإيمان ولكن من لوازمه، ولكن عندهم في قضية الإباء والاستكبار أمثلة في كتب الردة، والاستهزاء كذلك أمثلة في منتهى القوة يوافقهم عليها بالأولى غيرهم من المذاهب، مما يؤكد أن زوال تعظيم القلب وانقياد القلب للشرع حتى ولو كان مع التصديق يكون كفرا ناقلا عن الملة. وهذا في الحقيقة من أسباب انحراف أهل الكتاب. ألم ترى إلى الذين يدعون ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إيه سبب التولي عن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله؟ اسمع عشان تعرف مسألة دي خطيرة جدا. قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هو النار تمس الإنسان أياما معدودات طلت أو قطرت في أنهي مسألة؟ مسألة إيه؟ الكفر والشرك ولا مسألة الذنوب؟ مين اللي هيخرج من النار؟ المشركين ولا العمل ذنوب؟ اللي عملوا ذنوب هم اللي بيخرجوا من النار بعد أن تمسهم أياما شهورا سنين عدد رمل عالج ما شاء الله عز وجل، لكن لو مات على التوحيد بقى إيه؟ هيخرج من النار. هم افتكروا إن عدم الالتزام بتحكيم كتاب الله من هذا النوع. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وربنا سمى القول بتاعهم ده افتراء، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وده استدلال واضح جدا عند من تأمله، وظنوا أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، أن عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه هو الرسول كذلك. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة. فهم قوم والعياذ بالله جعلوا الكفر والشرك من باب الذنوب، وهذا خلل، كما إن جعل الذنوب والمعاصي من غير استحلال من باب الشرك خلل، اللي هو عقيدة الخوارج. والخلط بين الأمرين أحد أكثر أسباب الاختلاف على الساحة الإسلامية في العالم المعاصر.
في الواقع المعاصر. وده لابد ان احنا نكون منتبهين الى يعني ما هو الثابت والمتغير في هذا المقام، لان احنا متعرضين ان نقبل او يعرض علينا من يقبل الاذان. أعود فأقول هذه المسألة من أكبر المسائل التي شقت الصف السلفي خصوصا في هذا الباب، ولا بد من معرفة الفرق. والله نحن نقول بقول ابن عباس، يعني عشان ما حدش يقول انتوا جايبين كلام من مخالف لكلام الصحابة، لا، ده احنا بنقول ده أمر فيه إجماع نقله غير واحد من أهل العلم، وده احنا بنقول كلام ابن عباس رضي الله عنه. لكن ده كان في من يعمل الذنوب، يعمل بالسيئات ويظلم الناس، ولكن الأصل قطعا عنده هو الشريعة وليس هذا الضلال والكفر الذي تريد أوروبا والغرب أن يفرضه علينا باسم الليبرالية والدولة المدنية. عشان كده بنعتبر أن الشعار بتاع دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية شعار متناقض، والحمد لله دستورنا لغاية النهاردة ما فيهوش نص على دولة مدنية. عايزين يحطوا لي إيه؟ وبعدين لو نفترض ان واحد، عشان ما يضحكوش على الناس يقولوا عسكري، حتى لو كان، لو في واحد عسكري هو افضل المطروحين على الساحة، نقول لا، ما ينفعش، لازم نجيب واحد مدني، لازم اذا كان هذا الامر يؤدي الى اضطراب نظام البلد. القضية يعني احنا بنقول ايوه علشان مش عايزين حد فيه استبداد ونحو، فيه فرض على الناس ما مثل النظام السابق ونحو ذلك، لكن القضية اصلا احنا كدستور هيؤثر على البلد عقودا يعني قادمة، ما لا يلزم هذا الكلام. هم في الحقيقة عايزين نصوا على المدنية مش عشان عسكري وغير عسكري، دول عايزين نصوا عليها علشان يهربوا من قضية الدولة الإسلامية ومرجعية الشريعة، عشان يبقى في تناقض يدوروا على تفسيره فيما بعد، وعلشان يقولوا إن الأجزاء المخالفة للمدنية من الشريعة تترد. يعني يوم ما يجي يقول انتوا هتعملوا ايه في اللي ارتد وتقولوا لا ده الشريعة بتقول كذا، يقولوا ده ممنوع انه يتطبق. احنا عارفين ان احنا مش هنطبقه دلوقتي والله، لان احنا عاجزين، مش لان ده غير شرعي، احنا نحن عاجزون مثلا عن اقامة حد الردة، وبنقول لهم لنتيجة عجزنا لو طلعت كاميليا زي ما الناس بتسأل وقالت انها نصرانية بعد ان اختارت، يعني بـ 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 انها اختارت الاسلام مدة من الزمن او نطقت الشهادة امام البعض، وانها تحت غير اكراه، بنقول لهم هنسكت لعجزنا وليس لان ذلك ايه هو الواجب شرعا. ومع ذلك فاحنا مش عايزين يسن اباحة الردة، وانه يبقى من ضمن حقوق الانسان في بلادنا حق الردة عن الاسلام، باسم أن هذا من حرية الدين، حرية الدين لمن كان كافرا ظل على كفره، وأما أن يدخل في الإسلام أو ولد مسلما ليس ده بالضبط كده تقييد. عشان كده قيد الشريعة الإسلامية ده من أهم القيود اللي إن هو فوق دستوري فعلا، إنه يعبر عن إرادة الأمة وعن عقيدتها، يبقى لابد إنه يخصص به كل حاجة تانية في الدستور. لو قلنا دي مواد فوق دستورية، هذه معنى ما يقال بالنظام العام، يعني لو قلت حتى نظام ديمقراطي وقلت الشريعة الإسلامية وإن دي مادة فوق دستورية وهي من النظام العام، يبقى أقول الديمقراطية هيقبل منها آلياتها فقط دون الجزء الخاص بحق التشريع للأغلبية من دون الله، دون أن يكون في ده. لو احنا عشان نمشي أمورنا ونقول فالديمقراطية عند أهلها أنها تشمل هذا الجزء، وهو الخاص بأن من حق الناس أن يشرعوا من دون الله وأن يشرعوا خلاف الشرع، لأن الأغلبية إذا قررت ذلك كان معتمدا مهما كان، واللي بيمتحنوا فيها الإسلاميين واللي بيرضى بها بعض الإسلاميين. قضية الولاء والبراء من الثوابت العظيمة عامة مسائلها في محبة الكفار والرضا بكفرهم، بقول لكم دي من المتغيرات عند البعض والمنتسبين الى الاسلام، ان واحد يطلع ويسالوه نصارى كفار، لا مش كفار، امبارح ولا اول امبارح مش كده،
مصيبة عظمى عظمى والله العظيم، مصيبة كبرى أن يقول عالم منتسب للدين إذا سئل عن كفر اليهود والنصارى فيقول ليسوا كفارا والعياذ بالله. ها أنا بتكلم على راجل عالم منسوب للعلم، دي هي الخطورة. لو واحد علماني يقولها 50 مرة لا تؤثر في الناس، أو يجي حد يحاول يلبس على الناس. أنا بتجيلي أسئلة تدل على وجود شبهات فعلية، لا يعني مين اللي طلعها إلا ناس منتسبين إلى العلم والدين. جالي سؤال مثلا في قول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إذن أهل الكتاب ليسوا مشركين، علشان عطف إيه؟ العطف يقتضي المغايرة، مع إن ده عطف خاص، عطف عام على إيه؟ على خاص، وده وارد جدا، والمغايرة حاصلة بأن هذا جزء من هذا وليس كله وليس منطبقا عليه. وكما قال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة رب عيسى، مع إن هذا صنف من المشركين يجوز أكل ذبيحته ويجوز الزواج من نسائه. الكف أهل الكتاب صنف من المشركين، بقول المشركين خصوصا عشان البعض يظن أن في فرق بين الكافر والمشرك، والحقيقة أن كل كافر كفر أكبر فهو مشرك، لأنه عبد الشيطان الذي أمره بالكفر. يعني تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال لا إله إلا الله محمد كاذب، كان مشركا ناقضا للا إله إلا الله، كان بكفره هذا داخلا في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين. من كذب القرآن كان مشركا، وكل مشرك فهو كافر، لأنه ستر الفطرة التي فطره الله عليها، ستر التوحيد الذي في قلبه أصلا. ولذلك في تلازم من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، مع أنه قد يختلف لغويا لكن حكما شيء واحد. أصل المسألة كذلك، أصلها كذلك، لكن هناك من يكون متأولا يقول لك آخر تأويل عجيب سمعناه، أنه يقول لك كافر بينه وبين ربنا، لكن معايا أنا ما فيش ورا الدليل. الله، هو كلمة كفر أصلا وردت إلا على علاقة الإنسان بربه، وبناء عليها يبقى اسمه كافر؟ نعامله إحنا بأنه إيه كافر؟ ما سمعتش أنت أبدا قل يا أيها الكافرون، وانت بتكلمه بتقول له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم نحن لا نعبد المسيح، نحن نحب المسيح ونؤمن به نبيا ورسولا، ولا نعبده، هم يعبدون المسيح. يبقى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم تعبدوش ربنا. عشان كده ابن تيمية ناصص في يعني مسائله في باب أبواب الردة أن من جعل يعني معابد الكفار من أهل الكتاب والمشركين أماكن يعبد فيها الرب عز وجل في مسائل الردة والعياذ بالله، لأن من يعبد غير الله مع الله لا تنفعه عبادة الله. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الكافرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يعني تكفير المعين يحتاج إلى يعني مناظرة ومحاكمة. أعوذ فأقول إن قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا، من الثوابت التي لا تحتمل تغيرا لأجل أي مصلحة، لأن البعض بيراها من ضمن المتغيرات اللي ممكن نقول فيها الكلام ده علشان نمشي الأمور سياسيا، وعلشان نكسب أصوات في الانتخابات، وعلشان نعمل ونعمل. لكن قضية المعاملة تختلف. ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بستار الكعبة، مش كده؟ وأطلق إيه؟ ثمام بن أثال مجانا، وفاد أسارى بدر، وكلهم كفرة، بس طريقة التعامل إيه؟ اختلفت. بني قريظة، بنو قريظة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بناء على حكم سعد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ونسائهم وغنيمة أموالهم، ورحل بني النضير مع أنه أخذ أموالهم، وبنو قينقاع أخذوا الأموال ورحلوا. يبقى في أرض اتخذت، في مشركين عاهدهم على الجزية نصارى نجران،
وعاهد قريشا في الحديبية على غير جزية. ده من المنسأ، يعني الذي يعمل به عند الحاجة، وإلا فليس هو الأصل، لكن لأن الأصل ما ورد بعد ذلك الذي صار أصلا. لكن الصحيح من أقوال العلماء في مراحل تشريع الجهاد بما فيها قضية السلم والعهد أن هذه يعمل بها عند الحاجة وليست منسوخة بالكلية. فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعمل بها إذا كان المؤمن في أرض وفيها مستضعف. وجواز الصلح على مال يدفعه المسلمون للكفار نص عليه العلماء، قالوا عند الضرورة. وجواز الصلح على غير مال، كل ده أجازه العلماء أيضا إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. ولذلك نقول هو الوضع النهائي هو ما ذكر الله عز وجل من تخيير الكفار ما بين الإسلام وبين الجزية أو القتال، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما قبل ذلك يعمل به عند الحاجة إليه في الظروف المشابهة للظروف التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. فبنقول ده قابل للتغير، قابل لأن أنا أبحث في مصلحة المسلمين إن أنا كيف أتعامل مع هؤلاء. وارد، يمكن أن أقول نعم نشترك في الوطن ونتسامح في المعاملة، أيوة، لأن في معاملات جائزة مع الكفار، البيع والشراء، قبول الهدية، الإهداء إليهم، عيادة مريضهم. نص العلماء على تعزية الميت في أن بكلمات ليس فيها مخالفة للشرع، مثل اتق الله واصبر، الأمر بتقوى الله والأمر بالصبر خير من الجزع. أن يقول البقاء لله كلمة حق، لكن ما يقولوش في الجنة إن شاء الله المرحوم فلان كان رجل صالح، واخبرك المرحوم جرجس ولا يوحنا كان رجل صالح، ونسأل الله أن يرحمه من أجل ما قدم لدينه. مش في واحد قال كده؟ عارفينه؟ غفر الله له، هداه الله. أهدي مش من ضمن الايه المتغيرات، لأن ده معناه أنك بتمدح واحد طاغوت من الطواغيت على ما قدم للشرك والكفر، وأنه بذل جهدا من أجل نشر دينه الذي هو ضد دين التوحيد، وتقول أن هذا من باب المجاملة. خطر كبير جدا والله. هذه بعض مسائل، إلا فالباب في الحقيقة العنوان اللي انتوا اخترتوه عنوان يحتاج إلى سلسلة من المحاضرات والبيان، في خصوصا في الواقع السياسي، لأن الواقع السياسي ضاغط جدا على الدعاة وعلى السياسيين الإسلاميين وعلى العلماء، بيضغط عليهم يعني. وإلا فأخبرني عن مؤتمرات حوارات الأديان. مؤتمرات حوارات الأديان هي محاورة فعلا من أجل مجادلة بالتي هي أحسن عشان نقنعهم بالإسلام، وإن في مشايخ راحوا مؤتمرات حوارات الأديان وبيتكلموا فيها، بيقولوا هنتكلم فيها على الدائرة المشتركة، القدر المشترك وليس على القدر المختلف فيه. يعني مش هنتكلم مع البوذيين في ان بوذا يستحق ان يعبد ولا ما يعبدش، ولا مع النصارى في ان المسيح يعبد ولا ما يعبدش، ولا مع الهندوس ان البقرة تعبد ولا ما تعبدش. سيبوهم وما اختاروا، ونتكلم على محاربة الارهاب مع بعض. اهم حاجة محاربة الارهاب، اهم حاجة التطرف الديني لازم نذمه، نحارب الإرهاب ونذم التطرف. والله قمة التطرف هذا الكلام، قمة التطرف. يعني ان انت تقول لواحد بيذبح الجاموسة ويعبد البقرة ان ده ما عنديش اي دعوة له ولا اعتراض عليه. ما الهندوس كده، الجاموسة تتذبح. احنا بقول الاخوة اللحمة الهندي جايزة ليه؟ اصل هو في الهند يجوز ذبح الجاموس، اما البقر فإله يعبد من دون الله، دي تعظم وهي تروث وتبول، والجاموسة اللي زيها بالظبط وتجيب لبن دسمه أكتر. لا، تذبح وتؤكل ويفعل بها كل ما يفعل. والله عجب من العجب. ونقول نعمل حوارات أديان مع دول، حوارات أديان ما ندعوهمش فيها للإسلام ولا نبايع فيها. بقول لكم ضغط جامد على مشايخ وعلماء عشان يقولوا كلام
يؤدي إلى اهتزاز الثوابت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قضية رد الفعل في مسألة كاميليا وهكذا، الإخوة أحيانا له ردود أفعال متعددة ووجهة نظر. الشيخ ياسر أكيد له تعليق على هذه المسألة، إن شاء الله ينصح به الإخوة. قضية مبدأ منع إنسان من الدخول في الإسلام لا تحتمل التنازل، ولا بد وأن يقرر حق كل مخلوق في العالم في أن يدخل دين الإسلام. وأما كيفية التغيير لإنسان أو إنسانة أسروا، وكلمة أسروا عندنا ما هيش معناها إن إحنا إن هم صنف تاني برا المجتمع، هم نعلم أنهم مصريون، ولكن لا شك أن احتجاز بعض من أسلم في أماكن خاصة بهم يمنعون من الاختلاط بالمجتمع أن ذلك من الظلم والعدوان الفظيع. ولكن قضية تحرير من أسر ومن حبس مبنية على القدرة والعجز. أجيب لكم الدليل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين صالح في الحديبية كان هناك من أسرى المسلمين من إيه؟ من في الأغلال والقيود، وحاول صلى الله عليه وسلم بكل طريق أن يثني المشركين عن اشتراط هذا الشرط الجائر الظالم، ومع ذلك أبوا وأصروا أن يلغى الاتفاق ويلغى الصلح لو لم يرد إليهم أبا جندل وهو يفتن في دينه. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله لك فرجا، وللمسلمين كذلك. ولذلك هذا الأمر قد يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيش الجيوش قبل صلح الحديبية من أجل أن ذلك غير مقدور، لم يجيش الجيوش لتخليص هؤلاء الأسرى، مع أن حرمة الأسير حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار والأرض، وهي على الأقل مساوية. ومع ذلك فمكة المشرفة المكرمة كانت محتلة من المشركين، وما كانوا أولياءه. إن أولياءه إلا المتقون، إن أولياءه إلا المتقين، المتقون، إن أولياءه إلا المتقون. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيش في كل مرة الجيوش لأجل أن المسلمين كان بهم نقص وعجز لا يستطيعون، ومصلحتهم كانت في إمضاء صلح يدخل الناس به في دين الله أفواجا. لذلك القضية دي مبناها زي ما قلنا على أنا ده دليلي على أن مسألة مبناها على المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، أن احنا مش بأن احنا بنفرط في حق المسلمات أو نرضى بحبسهم وحبسهن، ولكن بندور على اللي نقدر نعمله وإيه المفاسد المحتملة لو حصل صدام في هذا التوقيت. زي بالضبط كده مسألة الزحف يوم 15، لازم نحسب القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. هل ده معناه ان احنا بنفرط في حق المسلمين في فلسطين او في المسجد الاقصى، او عايزين ناس ما تشتغلش في سبيل الله؟ لا قطعا ويقينا. بس بقول لك انت امرت بان تذهب الى عدوك بغير سلاح وانت عاجز عن ايجاد السلاح، ما انتش قادر على ايجاد سلاح مماثل. ولو ان انت الشباب بيقيسوا من الواقع ده بواقع الثوره، الثوره جيش مصر وشرطتها من ابنائها، مش جيش طائفي زي الجيش السوري. ولذلك سوريا مرشحه لطول المده لمعركه طويله المدى، ربنا عز وجل ينصرهم ويؤيدهم. والجيش الليبي جيش مرتزقه، كتاب القذافي كتاب مرتزقة، مش من الليبيين أصلا، لا تعبأ بدماء ومعظمهم كفرة ولا يعني يعبؤون بدين ولا يعظمون دينا، فده باب خطير بلا شك. لكن الجيش المصري هو فعلا والشرطة المصرية مننا، عشان كده حصل انهيار نفسي جامد جدا في الشرطة، وكان وزير الداخلية عمال يقول مش هنستحمل مش هنستحمل مش هنستحمل، وده حقيقة فعلا. والتاريخ بيقول كده ان الثورات الشعبية اللي تتجاوز الملايين الجيش نفسه ما قدرش يقف فيها، بيحصل انهيار نفسي للجنود اللي بيضربوا نار في الايه؟ في الناس. التجاوز يعني ممكن عشرات الالوف مئات الالوف يمكن السيطرة عليها، توصل للملايين نزلوا الشوارع
الامر بيفلت والجيش نفسه ما يقدرش. جيش وطني، جيش من ابناء الوطن، لكن ما تقصش الجيش الاسرائيلي بكده. الجيش الاسرائيلي يفرح باباده الناس. او الجيش الاسرائيلي قتل مئات الالوف من الجنود المصريين في حرب 67. الجيش الامريكي قتل 2 مليون عراقي في حرب احتلال العراق او على ايد الشيعة. عشان كده الجيش الشرطة العراقية شرطة طائفية، ما عندهمش رحمة بأهل السنة، عندهم رغبة في قتلهم وإبادتهم. عشان كده الأعداد رهيبة فوق التخيل. مئات الألوف قتلوا في أفغانستان بالألوف بأبشع الطرق والعالم بيتفرج. إقليم سوات 200,000 واحد قتلوا والعالم بيتفرج. فما تتوقعش أن العالم هيهيج. ولذلك بقول الزحف لا، خطر كبير جدا، وبالإضافة أنه قد يعرض القوات المسلحة للخطر. لكن مسألة دعم بمساعدات، قافلة مساعدات وإحياء للقضية بوقفات، الأمر فيها طبعا فيها مصالح واحتمال، يعني ده مصلحة واردة في هذا الباب، لكن دون أن يتعدى الميادين. على فكرة ده رأي المشاركين في هذه العملة من داخل فلسطين، إن الذين نصيحتهم بذلك إن الناس يقتصروا على الميادين التي في الدول العربية، ومطالبة بحق أهل فلسطين، ومطالبة بالمطالب العادلة للقضية الفلسطينية، وده في إحياء للقضية الفلسطينية. دي كلها أبواب إيه؟ مصالح وإيه؟ ومفاسد وقدرة وعجز. دي قابلة للتغير. لكن عشان كده بنقول موضوع الكاميليا مبني على هذا الباب. وكان المشايخ أولا، أنا لم أتخذ ولم أتكلم إلا بعد مشورة المشايخ جميعا، اتفقنا على أن الوقفة تكون في ميدان رمسيس علشان نمنع الاحتكاك حوالين الكاتدرائية، لأن وجود دم يسال من المسلمين بأي طريقة كانت معناه انفجار، ومعنى الانفجار أن ممكن العالم كله يضغط على الجيش المصري، ونحن لا نريد إضعاف الجيش المصري، لأنه المؤسسة الوحيدة الباقية في الدولة التي يمكن أن تضبط الأمور، رغم أن هو ما فيش تطبيق للشريعة. ومع ذلك بنظر أنا إلى إيه البديل. ما هي لو فوضى هيبقى فيه تطبيق للشريعة؟ لو بلطجية عمالين يفتكوا أعراض الناس وأموالهم هيبقى فيه تطبيق للشريعة؟ وأنا ما عنديش ما أسد به ولا سلاح ولا تنظيم، ولا عندي تنظيمات مسلحة أعرف أقف بها وأصد البلطجية. ده كانت لجان شعبية بالنبابيت بس. لكن أنت لو هم بقوا مسلحين مش هنقدر، ولا بد من وجود حاجة تدفع هؤلاء. فأنا بقول إضعاف القوات المسلحة دفع للبلد للفوضى ضرر كبير جدا. لابد أن احنا نحسب الحسبة دي كويس، وليس أن الأمر يندفع ولن نترك المطالبة لغاية ما تظهر، ولغاية ما تظهر الأخوات الأخريات. المطالبة بذلك مستمرة، وأنواع الضغط بذلك متعدد الأطياف، وفي كل مرة بتتحسب. كل مرة نتشاور مع المشايخ وأهل العلم ونقول هنعمل إيه، نعمل هنا، نعمل هنا، نمتنع، نعدي الأسبوع ده، نعمل الأسبوع الجاي. الأمور دي بتتحسب كل مرة بمرتها. فأرجو أن الإخوة يلتزموا بما يقوله المشايخ في ذلك، وإن شاء الله بعد التشاور ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. هل يفرق يا شيخنا ما بين نصراني متطرف ونصراني عادي من عمه في السلوكات والأخلاقات في طريقة التعامل؟ واحد بيحارب الدين، واحد بيقول على القرآن محرف، واحد بيقول علينا ضيوف، هعامله زي واحد تاني زي رفيق حبيب بيقول انتوا عارفين ان الشعب عايز الشريعة، وانتم ولا عايزين ديمقراطية ولا حاجة، وان من مقتضيات الديمقراطية ان لازم تطبقوا الشريعة. لا أفرق طبعا بالاثنين. واحد محارب للدين يختلف عن من لم يحاربنا في الدين. نعم. طب مزيد شيخنا، الدعوة دلوقتي أصبحت مفتوحة أبوابها، قضية المسمى والعمل الجماعي أحيانا يحدث. أنت مش قايل لي سؤال واحد وبعدين جايب لي موضوع قد كده عايزني اخلصه في ربع في 5 دقائق. هقول لك خلاصة الكلام، أنه هل ترون قيمة للكيانات الصفرية، للكيانات الصغيرة؟ لا وزن لنا إن لم نجتمع. دي حاجة بديهية، لأن الإنسان مدني بطبعه. الثقل الحقيقي لمن اجتمعوا على طاعة الله عز وجل، ولمن اجتمعوا على المعصية كلهم ثقل أيضا. وهذا أمر بديهي بلا شك،
والنهارده دلوقتي اذا كان في ناس كانت خايفه زمان علشان ما يبقاش ما بيقوش تنظيم ونحو ذلك، الوضع تغير، فلا بد ان نضع الايدي في بعضها ان شاء الله. اخر سؤال يا شيخ، موضوع الحزب، اخر سؤال، موقف الشيخ ياسر موضوع الحزب وكده. احنا دايما اتفقنا مش موقف الشيخ ياسر، موقف الدعوه، ان احنا قلنا الدعوه لن تتحول الى حزب سياسي، في حين ان هناك اخوه سلفيين يقومون بعمل احزاب. الله اعلم مين اللي هينجح في انه يعمل حزب ويترخص. ساعه ما يتم حاجه هنقول انهي احزاب برامجها والقائمين عليها احنا اوثق فيهم او اقرب اليهم وهم اقرب الينا، هم من السلفيين او غير السلفيين او المستقلين، وساعتها يبقى لها توضيح اكثر من ذلك. لكن احنا مش عارفين النهارده مين اللي هيعرف فعليا ينجز الحزب بتاعه، وفي بالتاكيد سلفيين هينزلوا بعمل احزاب، فاحنا بنختار من ذلك الامثل فالامثل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.